شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة مراسم توقيع 3 اتفاقيات إطارية لتصنيع السيارات في مصر، وذلك بين 3 أطراف حكومية و3 شركات متخصصة في مجال تجميع السيارات محليا، هي شركة مصانع عز السويدي للسيارات والدولية للتجارة والتسويق والتوكيلات التجارية إيتامكو والمصرية لتصنيع وسائل النقل غبور مصر. وفي أعقاب التوقيع أكد مدبولي أن الاتفاقيات 3 تأتي في ضوء اهتمام الحكومة بتطوير وتنمية صناعة السيارات في مصر، وخاصة السيارات صديقة البيئة. في غضون ذلك يتم تشييد مصنع في السادات حاليا بتكلفة استثمارية تبلغ 2 مليار جنيه مع تجهيزات متخصصة للموديلات تبلغ تكلفتها 20 مليون دولار، حيث من المتوقع أن تصل الطاقة الإنتاجية إلى 50,000 وحدة بالإضافة إلى 50,000 وحدة إضافية لمصنع بريما. ذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن حصيلة ما تم بيعه وطرحه من شركات وأصول للدولة حتى أغسطس 2023 بلغ 5 مليارات دولار، مبينا أن الحكومة تستهدف طرح مشروعات أخرى بقيمة 5 مليارات دولار أيضا حتى يونيو 2024. وأشار المجلس إلى انتهاء المرحلة الأولى من برنامج الطروحات المعلن بمعدل تنفيذ 100% خلال الفترة من مارس إلى أغسطس 2022، موضحا أنه تم الانتهاء من 100% من المرحلة الثانية للبرنامج في الفترة من أغسطس 2022 إلى يوليو 2023، حيث بلغ إجمالي قيمة ما تم بيعه وطرحه من الشركات والأصول خلال هاتين المرحلتين نحو 5 مليارات دولار، وهو ما يعادل 50% من المستهدف بحلول يونيو 2024. وقعت مصر والسعودية مذكرة التفاهم للتعاون في مختلف المجالات بين وزارتي المالية بالبلدين. جاء هذا التوقيع بين وزير المالية محمد نعيط ووزير المالية السعودي محمد بن عبد الله الجدعان على هامش المؤتمر الاقتصادي العربي الإفريقي بمدينة الرياض بالسعودية، الذي يحضره عدد من قادة المال والأعمال والاستثمار من القطاعين الحكومي والخاص والاتحادات التجارية والمنظمات الدولية وأهم الشخصيات في الأوساط الأكاديمية ومراكز الفكر لبحث العلاقات وفرص التعاون المشترك. تتضمن مذكرة التفاهم إطلاق حوار رفيع المستوى بين وزارتي المالية بالبلدين لمناقشة التطورات المالية والاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والدولي. أكدت مصر وتركيا على التطلع لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين. جاء ذلك خلال لقاء وزير المالية محمد معيط مع رئيس اتحاد الغرف والبورصات التركي على هامش المنتدى الاقتصادي التركي العربي باسطنبول. وأكد معيط أن مصر تستهدف جذب المزيد من الشركات التركية في السوق المصرية بمختلف القطاعات، مؤكدا تذليل أي عقبات أمام الاستثمارات التركية في مصر. وأضاف معيط أننا نتطلع لزيادة حجم التجارة الثنائية لتصل إلى 15 مليار دولار خلال السنوات الخمسة المقبلة، مقارنة بعشرة مليارات دولار في العام الماضي. أكد رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين على أن المنطقة تثق دائما في نجاح التعاون مع الجانب الصيني لما تم إثباته بالتجربة الفعلية في العديد من القطاعات الصناعية. جاء ذلك لاجتماع جمال الدين في مقر الهيئة بالسخنة مع وفد منطقة هايكو الوطنية للتنمية الصناعية ذات التقنية العالية بدولة الصين لبحث سبل لتعزيز التعاون التكنولوجي والتجاري مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. وناقش الاجتماع إمكانيات بناء منطقة تعاون لتوفير الخدمات الاستراتيجية الرئيسية وبناء منصة مشتركة للأعمال، وذلك تحت مبادرة حزام واحد وطريق واحد، وإفساح المجال للتعاون المتبادل في شأن المزايا المعمول بها بمناطق التجارة الحرة التي تتمتع بها منطقة هايكو. في سوق المال أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة نهاية جلسات الأسبوع بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، بينما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع وسط تداولات تجاوزت 4.4 مليار جنيه وربح رأس المال السوقي 16 مليار جنيه عند مستوى 1.632 تريليون جنيه. وعلى صعيد المؤشرات ارتفع مؤشر إي جي إكس 30 بنسبة 1.36% ليبلغ مستوى 24,312 نقطة،
كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX 70 بنسبة 1.1% ليبلغ 4658 نقطة، وصعد مؤشر EGX 100 بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 6908 نقاط. في أسواق البترول العالمية ارتفعت أسعار النفط الخام خلال التعاملات وسط التجاهل الأسواق لعلامات الانكماش في الصين والبحث عن المزيد من العلامات على حالة الطلب في ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم. وصعدت العقود الأجلة لخام برنت بنسبة 1.46% لتبلغ 80 دولارا و70 سنتا للبرميل، وفي حين ارتفعت العقود الأجلة لغام خرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 1.17% ليبلغ 76 دولارا و50 سنتا للبرميل. كذلك تراجعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 1.35% لتبلغ دولارين و71 سنتا للتر. في المقابل هبطت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 68% لتبلغ 3.08% لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. تراجع عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي، بما يشير إلى استمرار سوق العمل في إظهار القليل من المؤشرات على التباطؤ. وأوضحت وزارة العمل الأمريكية أن الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانات البطالة الحكومية انخفضت بمقدار 3000 طلب إلى 217000 طلب بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية خلال الأسبوع الماضي. وكان خبراء اقتصاد استطلاعت رويترز آراءهم توقعوا تسجيل 218000 طلب في ذلك الأسبوع.